ختام فقراتنا لليوم رح نروح للجانب الإنساني والتطوعي والخيري، ومعروف شبابنا بسوريا من بداية الحرب إلى اليوم بعدد كتير كبير من المبادرات وبكل الأوقات الصعبة اللي مر فيها طبعاً بلادنا. ومن المبادرات اللي انشهرت كتير وكان في إلنا إجراء لقاءات وتابعناها من بدايتها كانت مبادرة عقمها يلي بدأت مع موجة كورونا، إن كان بالتعقيم وأيضاً إن كان بالأطباء الميدانيين وأيضاً بالبيوت وغير كتير من التفاصيل اللي تحدثنا عنها سابقاً. أكيد سلمى، العمليات الإنسانية وكل هي النشاطات اللي قام فيها فريق عقمها كان وما زال وأكيد رح يستمر بهي الإجراءات، واليوم مساحة خاصة من تشارك رح نتعرف فيها شو إنجازاتهم اليوم مع سدرة محمد بوزو، هي مصممة المساحة وعضو بالفريق التنظيمي. يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. خلينا نبلش معك، يعني اليوم عم نشوف عم تكبر عقمها لحتى صارت أوسع وعم تعمل مبادرات، ما عادت محصورة بشيء معين. مساحة تشارك خلينا نتعرف عليها أكثر. هلأ مساحة تشارك هي مساحة صممناها لحتى تكون بطريقة تفاعلية شبابية غير تقليدية، وفرنا بهي المساحة كل الظروف اللي بتناسب فئة الشباب انهم يمارسوا، يعني ظروف راحه لحتى يمارسوا دراسه عمل او اي شيء بيطورهم في المجتمع عنا بهي المساحه. خلينا نعرف اليوم مين يشتغل على هي المساحه وشو اهميتها اليوم لكل الطلاب ولكل الناس. هلا نحن بلشنا فيها من حاجه الشباب لهي المساحه، لاحظنا انه هن كفئه شباب مستهدف عندهم كتير مساحات ترفيه، مساحات تسلية، بس ما في مساحات اللي هي بتطورهم أو بتخليهم إنه يعني يفيدوا مجتمعهم أكثر. من هون إجت فكرة هاي المساحة لحتى يكونوا قادرين إنه هن يرتاحوا فيها، يقدروا يطوروا حالهم أكثر، يقدروا يدرسوا هن مرتاحين بدون ما يكون في تكلفة مادية أو أي ترتيب يعني تانية. هي بكل سهولة بس بيجوا بيقعدوا بيشتغلوا بيدرسوا بيعملوا مشاريعهم ونحن مرحبين فيهم دائما. طب خلينا نحكي اليوم عن الفكرة، يعني نحن بنعرف انتم بلشتوا المبادرة بالانترنت، كان من خلال السوشيال ميديا قدرتوا تكون منصة إيجابية استفدتوا منها، كمان هلا مساحة تشارك عملتوا لها جروب خاص، خلينا نحكي أكثر عن تفاصيلها. هلا نحن المساحة رح تكون مجانية للكل، ممكن حدا ياخذها لكورس لورشه بس بأجار يعني حتكون. طبعا هذا المبلغ اللي بناخده مخصص منه حيكون بهذا الكورس مقعدين لمستفيدينا نحن بالجمعيه، هيك نحن رح نقدر انه نوافق بين مستفيدين الجمعيه وبين نحن نغطي تكاليف هي المساحه ككل. يعني عملنا الجروب لحتى يكون سهل اكثر موضوع الحجوزات، موضوع الورشات اذا بدنا نعمل شيء، اذا بدنا نعمل دورات، اذا حدا بده يعمل شيء دوره عنا مشروع كذا، فهذا كان اسهل يعني للتواصل مع المستفيدين من هي المساحه. اليوم قد ايه بتحسي انه عند الشباب ممكن في افكار حلوه ممكن تتشاركوها مع بعض وتطبق على ارض الواقع؟ هل من افكار كانت مطروحه وفعلا انتم اخذتوها بعين الاعتبار وقدرتوا تطبقوها؟ هلا نحن فاتحين بابنا لاي افكار جديده، اي مشاريع ممكن ان هي تطور بالمجتمع، تطور من الشباب، تطور لهم مهاراتهم. في عندنا هلا مشروع جديد اللي هو الوورد زون، هو نادي محادثه لغات، اي حدا فيه يفوت يعبي الاستماره. هي الاستماره بتحدد مستوى الشخص باللغه. هلا نحن بلشنا بالانجليزي بس نحدد المستوى، مستوى اي بي سي، اي كل مستوى كل جروب راح يكون في ورشه محادثه بهي اللغه. طبعا المحادثه هي اكثر شيء بقوي اللغه يعني معروف، راح يكون في عندنا مدربه هي راح تيسر هي الورشه. هذا هي اول خطوه، وان شاء الله بعدين يعني كل شهر بدنا نحاول نعمل لغه جديده، يعني طبعا اللغه لانه اهم شيء فهيك يعني. اكيد. طيب سدرة خلينا نحكي شوي، اليوم الافكار ما بتوقف، يعني عم نشوف في فرق كثير مبادرات وجمعيات عم تشتغل اليوم على انه تكون قريبه من مشاكل الشباب شو بيعتازوا. انتم اخترتوا مساحه هلا خلينا نقول تنمويه شوي وبنفس الوقت عم بتراعي الظروف الاقتصاديه، شو الخطه لحتى تتوسعوا اكثر بعملكم؟ هلا نحن حاليا بلشنا يعني بطريقه صغيره، يعني بلشنا نحن اصلا مشروعنا
كإعادة تدوير يعني حتى كديزاين ك يعني كمكان. نحن بلشنا فيه من هون يعني بلشنا بمكان صغير كان هو عندنا بمقر الجمعية كمان يعني مو إنه مكان مخصص بس له لهذا المشروع. بلشنا يعني بحكم إنه نحن انتقلنا بحياة مشروع عقمها بكذا مكان. آخر مكان قعدنا فيه اكتشفنا إنه نحن عندنا كتير أساس خشبي مثلاً أو غيره مستعمل قادرين نحن نستفيد منه ونستثمره بهي المساحة. من هون طلعت مثلاً فكرة إعادة التدوير. طبعاً هو إعادة التدوير مفهوم خلينا نقول إنه هو كتير عم يتروج له بس نحن لا قدرنا إنه نحن نطبقه عن جد بشكل فعال بهي المساحة. بدنا نعمل مساحة يعني قدر المستطاع إن هي تستوعب أكبر قدر عدد يعني ممكن. عملنا الأثاث مثلاً إنه يكون قابل للفك والتركيب يعني لحتى يستوعب عدد حسب قديش نحن جايينه مثلاً. طبعاً يعني كله كان من إعادة التدوير هذا الشيء يعني كان كتير يعني شيء حمسنا إنه نكمل أكثر كمان يعني. اليوم يمكن مع هي الصعوبات ده بتشوفوا إنه ممكن يكون الأونلاين هو حل يمكن لكثير من المشاكل لما الشباب يمكن عندهم أفكار كتير وعندهم دوافع إنه هني يبلشوا إن كان باللغات أو بأي ناحية تدريبية لكن يمكن ما في قدرة مادية ما هم متواجدين بالشام في صعوبة معينة لحتى يتواجدوا. اليوم الأونلاين قديه عم تعتمدوا عليه؟ هلا موضوع الاونلاين هو كثير مهم. نحن مهم بشغلنا لحتى نقدر نوصل افكارنا نوصل نشاطاتنا لكل العالم في بس يعني قد ما كان بغطي بالنسبه لنشاطاتنا ما كثير بغطي يعني احنا عم نروح احيانا على مناطق كثير بعيده يعني حتى نت يكون ما فيها فنحن عم نقدر نحن نروح نضوي على هدول الاشخاص على النت اللي هن ما عندهم اياه اصلا مثلا. مفيد بالشغل مثلا في كثير صار في هلا شغل اونلاين. نحن اهم فكره كانت عندنا بالمساحه انه نوفر لهم النت كمان مجاني يقدروا يشتغلوا فيه يبحثوا فيه يطوروا مهاراتهم فيه يعملوا كورسات على النت بمكان قاعدين هن مرتاحين فيه نت 24 ساعه وتكييف ورياحه. اكيد. طيب وين صرنا بعقمها؟ هل وقفت المبادره كطبيا او لا لساتها مستمره؟ لا نحن مستمرين بنشاطاتنا. هلا ان شاء الله يعني عم نشتغل على مشروع اللي هي الصيدليه المجانيه رح يتم فيها توزيع الدواء بشكل مجاني بمقر الجمعية. ومثل ما حكيت لك إن إحنا عم نروح على أماكن بعيدة هاي المناطق البعيدة كمان رح يتم فيها توزيع الدواء بشكل مجاني بحسب طبعا وصفة الطبيب بحسب حاجة المستفيدين. ولسه يعني مكملين ان شاء الله نشاطات اكثر. طب خبرينا سدرا اليوم لكل الاشخاص اللي بيحبوا يمكن ينضموا لهي الجمعيه سواء اطباء او غير الاختصاصات وفعلا هن متطوعين قادرين يقدموا شيء كيف بيتم الانضمام لفريق؟ هلا نحن يعني بنستقبل اي حدا ممكن يجي يساعدنا يعني بالعكس تكبر عائلتنا فيهم. نحن فينا يعني ينزلوا على مركز الجمعيه بساحه عرنوت في عندنا تطوع في استماره بنعبيها وفي متطوعين طبعا في عندنا جروب للمتطوعين في عندنا دائما نشاطات لحتى يعني نطور كل المتطوعين اللي عندنا بنعمل لهم كل شيء لحتى يتطوروا معنا. اكيد. كنتوا اول شيء بال 2020 فريق بعدين صح. صرتوا مبادره هلا صرتوا جمعيه تم اشهارها بشكل طبعا واضح. تم ترخيص الجمعيه باسم جمعيه تشارك من قبل وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل وان شاء الله لسه مكملين. نحن بلشنا بانه فكره انه كنا نوزع تاتشات كنا نوزع كمامات بس لحتى نزيد التوعيه بوقت كورونا بعدين صرنا بالاكسجين صرنا فريق بعدين هلا يعني صرنا الحمد لله جمعيه مرخصه وعم نقدر نمارس نشاطات اكثر ان شاء الله. طيب لقدام شو هي يمكن الخطط الموضوعه مع مين عم يتم التشبيك ومساعده هي الجمعيه اللي يمكن لها اهداف كثير حلوه ولكن مثل ما بنقول ايد واحده ما بتصفي فنحن بحاجه للتعاون والتشبيك مع كافه الجهات. هلا طبعا احنا تشبيكنا الاول يعني مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل ومثل ما حكينا هلا نحن اي نشاط فردي يعني مشروع فردي ممكن نتناقش فيه يعني ندعم نكبر المشروع نقدر يعني قد ما نقدر نعطي من خبرتنا مثلا كمان ممكن ولسه يعني في عندنا مشاريع ان شاء الله قادمه مثل ما حكيت لك الورد زون هلا عندنا صيدليه عم نعمل انشطه كمان اخرى يعني في عندنا مثلا عندنا نشاط سينما للاطفال بحكم يعني مو الكل بيقدر يروح او ما عندنا اصلا يعني ف
فكمان كله عم يكون يعني بشكل انه اي حدا بيقدر يستفيد من نشاطاتنا بدون اي تكاليف مثلا بكل سهوله. اكيد سيدرا، قد ايه صار لك بالجمعيه؟ وخلينا نحكي شوي، اليوم كل شخص بيكون متطوع او بيدخل العمل التطوعي، هذا العمل التطوعي بياخذ من وقته، احيانا من حياته الشخصيه، حياته الاكاديميه اذا هو عم يدرس، فكيف وفقتي بين الاثنين؟ هلا نحن اول ما بلشنا مثل ما قلت لك وقت كورونا كان اول شيء هو يعني بس بدك تساعدي يعني اي حد اي شيء بيطلع بايدي يساعد العالم، كنت انه انا مجبوره اني اعمله. حسيت من هون نحن وقت ما بلشنا انا كنت معهم، بنزلنا على الشارع بلشنا نوزع تاتش، بلشنا نوزع كمامات، بعدين انتقلنا على مركز صرنا بدنا نحن مضطرين انه نوزع اناني اكسجين، نتواصل مع المستفيدين، وشوي شوي بتلاقي انه الشغل عم يكبر وانت يعني ملحوقه فيه، يعني انه مضطره انه تشوفي حلمك عم يكبر قدامك، شيء صغير هيك فجاه بتلاقي انه كبر، يعني فكثير شعور حلو وبحمسك انه انت تكملي معه لهذا الشيء. اليوم كلمه بتحب توجهيها سواء لكل اعضاء فريق تشارك او عقم ما او لكل الشباب اليوم اللي حابين انه يتطوعوا ويكونوا معكم؟ هلا انا بس بدي اقول فكره انه نحن فريق عقمها بلشنا بشيء كثير صغير من 4 سنين، ما كان عندنا لا مركز ولا جمعيه ولا شيء، فنحن هلا حابين الاشخاص اللي هلا مثلنا من 4 سنين نحن نكون داعمين لهم، نقدر نحضنهم بهي المساحه، نحن رح نقدر انه يعني نخدمهم باي شيء من خبرتنا هي اللي مرينا فيها من 4 سنين، مثل ما انه احنا كنا متمنين يكون في عندنا حدا، ومن يعني اي شيء ممكن يعني يحسن بالمجتمع، اي مبادره بتحسن بالمجتمع بتطور الشباب بالمجتمع، فنحن اكيد معه ونتمنى انه نكون اكيد خيرنا حلو. ونحن دائما معكم اكيد، وهذا الشيء هذا الدور نحن كثير بهمنا نضوي عليه دور شبابنا. بدنا نشكرك سيدرا وتحيه لك ولكل افراد الجمعيه. ميرسي، شكرا كثير. شكرا لك.